فكانت من المبادرات أن قام مجمع الفقه الإسلامي على سبيل المثال بجمع الأطباء مع الفقهاء أو مع العلماء من أجل الموضح إيضاح الموقف الشرعي من هذه الجائحة، وحث الجميع على الالتزام بالاحترازات، وأن هذا فيه حفظ للضرورات الخمس، حفظ المال وحفظ النفس، وأن وما اتخذته عدة دول من احترازات بما في ذلك دولة المقر المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالحج وبالعمرة، وعدد من الدول فيما يتعلق بالصلاة بالمساجد والتباعد الاجتماعي وغيره. فالحقيقة يعني هذا مثال مشرق لتفاعل جميع دولنا سواء الأقل نموا أو الدول النامية ولديها القدرات في موضوع، لأن هذه الجائحة لا تخص دولة واحدة إنما تخص جميع الدول، وبالتالي إذا لم يكن هناك تعاون من الجميع في محاصرة هذا الوباء، فإنه كما تعلمون وأنا لست طبيبا، كما تعلمون أنه أن هذا الوباء أو هذه الجائحة أو هذا الفيروس يتحور بكثرة، وبالتالي ينتشر وتنتقل العدوى عبر القارات. من هنا كان هناك عدة جهود، فكما ذكرت لكم كانت البداية بعقد هذه الندوة في مجمع الفقه الإسلامي جمعت الفقهاء والأطباء، ثم قام صندوق التضامن الإسلامي باعتباره الذراع الإنساني للمنظمة بتقديم منح للدول الأقل نموا كما صنفتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بالمعينات والأدوات الصحية التي تساعد الدول، وتم توزيعها في حينها ولله الحمد. هذا الكلام من أظن له سنة أو أقل من سنة، فأنا بهذه المناسبة أشكر الإخوة القائمين على الصندوق والمجلس الصندوق على هذه المبادرة. واستمرارا لهذا قامت أيضا، وهذا هو الجديد هذا اليوم، أن المنظمة عبر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قامت بتوجيه الدعوة إلى الدول الأعضاء من أجل شراء لقاحات للدول الأقل نموا من الدول الأعضاء، وتم توزيع هذه المذكرة بشكل رسمي على جميع الدول. فالخبر السار اليوم أن المملكة العربية السعودية دولة المقر رئيسة القمة الإسلامية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بادرت مشكورة كعادتها سباقة للعمل الإنساني والعمل الخيري بالتبرع لشراء اللقاحات للدول الأقل نموا في المساهمة في هذا الجهد، وذلك بالتعاون المشكور مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال اللسانية. فأنا أشكر أيضا المركز لكريم استجابته وسرعة استجابته لهذا. فالمملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية سارعت بتخصيص مبلغ 20 مليون ريال من أجل هذه المبادرة، وهذا ليس هو نهاية المطاف، هذه هي البداية. طبعا الشكر موصول لجميع الدول الأخرى التي قامت بشراء لقاحات بشكل ثنائي، يعني قدمت لقاحات مباشرة بينها وبين الدول المحتاجة، فأيضا من حقنا أو من حقهم علينا أن نقدم لهم الشكر والتقدير فيما قاموا به من جهود للدول الأقل نموا لشراء لقاحات. فالتجاوب السريع الذي تم من المملكة العربية السعودية هو جهد مشكور، ودوما المملكة رئيسة القمة الإسلامية السباقة مثل غيرها
من أجل مثل غيرها من المبادرات الإنسانية في خدمة العالم الإسلامي في كل ما من شأنه التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتعلقة بهذه الجائحة. لا أنسى في هذا المقام أيضا أن أشكر البنك الإسلامي للتنمية لأنه أنشأ مركز استجابة لهذه الجائحة للتخفيف من آثار الجائحة وخصص مبالغ كبيرة لهذا الغرض عبر الآليات البنك الإسلامي للتنمية. فالحقيقة يعني أنا وزملائي وأنتم أيضا سعداء بتضافر الجهود من أجل محاصرة هذا الوباء الذي فتك بالبشرية، ولله الحمد بدأت بشائر الخير تصل وبدأت تبدو واضحة للعيان، ولذلك عندما وجهت الأمانة العامة هذه الدعوة وتقدمت بهذه المبادرة من أجل شراء لقاحات للدول الأقل نموا بادرت المملكة العربية السعودية بهذا التبرع، وهو عبارة مثل ما يقولون فتح الباب أمام الدول جميعا خاصة القادرة منها للمساهمة في هذه المبادرة من أجل أن تعم هذه اللقاحات الدول الأقل نموا وتحديد الاحتياجات وتسديد الاحتياجات فيما يتعلق باللقاحات. ومن أجل هذا تم فتح حساب مخصص لهذه المبادرة، وأريد أن أبرزه لوسائل الإعلام. هذا هو الحساب الذي تم فتحه خصيصا للتبرع لشراء اللقاحات للدول الأقل نموا، وهو هذا الحساب تم فتحه فعلا وتم إيداع مبلغ المملكة العربية السعودية فيه، وتم تحويل هذا المبلغ قبل يومين إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية نظرا لخبرته المعمقة في مجال الإغاثة وفي مجال شراء اللقاحات. وسنبدأ إن شاء الله العمل فورا بالتعاون والتنسيق مع المركز من أجل المسارعة في شراء هذه اللقاحات. بالمناسبة ترى هذه اللقاحات كما فهمت من الأخوة الزملاء في المركز وعلى رأسهم معالي الأخ الدكتور عبد الله الربيعة أنها من اللقاحات المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، يعني ليست لقاحات تجارية وإنما لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية. فأود أن أطمئن الجميع على أنها لقاحات معتمدة وموثوق فيها إن شاء الله. سوف يتم التنسيق مع المركز، الدول معروفة والتصنيف معروف، وفي تشهد إن شاء الله الأيام القادمة التنسيق المباشر بين المركز وبين هذه الدول من أجل تقديم هذه الشحنات وهذه اللقاحات لهذه الدول. وبالتالي طالما أن المملكة العربية السعودية فتحت الباب والحساب موجود فأنني أهيب بثلاثة أطراف: الدول الأعضاء القادرة بالتبرع لهذا الحساب الذي أطلعتكم عليه، والشيء الثاني أهيب أيضا بالبنك الإسلامي للتنمية من أجل مواصلة جهوده الخيرة في دعم هذه المبادرة، وكذلك صندوق التضامن الإسلامي باعتباره الذراع الخيري والذراع الإنساني للمنظمة، ثم بقية دولنا الأعضاء القادرة من أجل أن نخفف عن إخواننا وأهلنا في الدول الأعضاء بتوفير هذا اللقاح. وستعطى الأولوية كما فهمت إن شاء الله للممارسين الصحيين ولكبار السن ضمن الجهود،
وكل ما أتانا تبرع سوف يحول فورا إلى مركز الملك سلمان من أجل شراء المزيد من اللقاحات. طبعا هذا يأتي ضمن جهود عدة أطراف، إما الذي تم بشكل ثنائي بين دولنا الأعضاء وبين بعض الدول الأقل نموا، أو بمبادرة منظمة الصحة العالمية. فكلما تكاثفت الجهود كلما أصبحت محاصرة هذا الوباء أكثر قدرة في التقليل من الإصابات والتقليل من العدوى والتقليل من الوفيات لا قدر الله. فأنا أحببت أن نعلن عن هذه المبادرة، وأن أشكر دولة المقر المملكة العربية السعودية رئيسة القمة الإسلامية على هذه المبادرة السخية، وأيضا الإهابة بالبنك الإسلامي وصندوق التضامن والدول القادرة على أن يساهموا في هذه المبادرة عبر هذا الحساب المخصص لهذا الغرض تحديدا. يعني ليس لهذا الحساب أي هدف سوى تلقي التبرعات من أجل شراء لقاحات بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أحببت أنه في هذا اليوم المبارك أن أشكر سيدي خادم الحرمين الشريفين رئيس القمة الإسلامية وسمو ولي عهده الأمين على سرعة الاستجابة لهذه المبادرة، وأيضا نرجو إن شاء الله من بقية الدول وبقية المؤسسات المالية وبقية الأجنحة في منظمة التعاون الإسلامي أن تشارك بفعالية وبسرعة للمساهمة في هذا الحساب. أكرر شكري وتقديري أولا لحضوركم ولتفاعلكم ولوجودكم معنا، وأنا على ثقة بأن تضافر الجهود من الجميع سوف يساهم في محاصرة هذا الوباء الذي فتك بالبشرية، ولكن مع التصميم والإرادة وتوفيق الله عز وجل وكرم وسخاء الدول الأعضاء سوف يساهم مساهمة فعالة ومحسوسة في محاصرة هذا الوباء. أكرر شكري وتقديري لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.